حلوه ناحيه الشمال هناك عند محمد رأفت. رأفت بيستلم وبيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، وادي بقى هنا اسامه، هنشوف هيعمل ايه اسامه، وبيلعب الكره اسامه ليوسف جمال اللي بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، خطيره مش ممكن وممكن. يلا بقى يا زعلوكه الهدف الاول، ادي الهدف الاول اهو، ناس تدخل قلبك من غير اي استئذان، ناس حريفه بتلعب وتجيب اجوان يا ولد يا زعلوك. بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وبيكمل على الكره داخل الشباك علشان يتقدم النادي الاهلي. ايوه كده يا رجاله، قدروا بقى اخيرا لاعبي الاهلي انهم يترجموا سيطرتهم على مباراه اليوم. وادي بقى قرص يا عمنا، ارقص يا عمنا، هدف جميل جدا لمحمد زعلوك، سجل بيه الهدف الاول في مباراه اليوم. ادي اللقطه، ادي يوسف جمال بيلعب الكره العرضيه الحلوه الحقيقه، وترجع لمعتز او ده محمد رأفت. اللعبه دي اتكررت اكتر من مره، وادي زعلوك بقى والى داخل الشباك، الى داخل الشباك، الكره تغرد في الشباك، ويتقدم الاهلي بالهدف الاول للاعب محمد زعلوك في مباراه